سن اليأس ما بيرحمش. سن اليأس ده يا حبيبتي للي استسلموا، لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان، من زمان قوي فقدتيه في السكة. بس انا عندي نصيحة ترجعك 100 سنة لورا. بص يا ستي، كوباية مية سخنة، حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك، هتقومي على البيت ده بالمنفضة تقطعيه. ظريفة قوي الأخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسة تفوتي على الصيدلية اللي جنبنا وتجيبي لي منها حاجة. ألف سلام عليك يا ماما، أنت تعبانة يا حبيبتي ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أنا عايزة قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفة الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا أختي، مخك راح لبعيد، أنا ما بتغندرش زي جماعة. ليه يا حبيبتي؟ وأنت تقدري؟ على فكرة قلم الروج ده للحاجة فتحية، أصل دخلتها النهاردة وانت عارفة ان ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤولية، على المعاشات وعنده أمراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخرة نجلاء بنت مجيدة، ابعتيها تجيبلك قلم الروج. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، نجلاء عيانة النهاردة وهي ناية ومش رايحة المدرسة كمان. خلاص انت يا حبيبتي بالخطوة السريعة انزلي اركودي جري وانا مسكلك الاستوب ووتش وهات قلم الروج. ياختي خفيفة يا اختي، ياختي خفيفة. صباح الخير يا جماعة، بليز وطوا صوتكم عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر، الزهر بيحلم في حلم. لا لا أنا خلاص صحيت. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. الجرس. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي المكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى استنى. ايه ده؟ ده جواب غرامي. ايه دولة في ايه؟ قال له هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبرا؟ عنده القلب يا سيدي عيان، ايه ناقصاك انت كمان؟ ايه بس يا دولة، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي انت، لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولة، انت الحته دي بقى بالذات وارثها من انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقة. ايه دول، الحمد لله مفيش نطورة اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعة، ربع ساعة واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجة عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفه اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجه، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجه، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوه دي؟ يا ابن عمك مشرفه. تعال اقعد يا، تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولة، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك. يا الدبدوب ايه بس اللي نقرره يا دولة؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي، انا غبي. بص يا دولة، هو حل واحد من ثلاث حلول. اذا انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني،
لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا وبيبقى شاكك في واحد معين، بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكره قديمه قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدها، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه، قال ايه؟ علشان اخدهم ولا لا يعني؟ ايوه فاكر. وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول فاكر. فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضو غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يا عادل، عرفت الدبدوب يبقى بمين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين. مين 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 مين؟ الدبدوب ده مبعوث لوحده موجوده هنا في البيت. على فكره يا عادل، انت ما تعرفش حاجه، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفه. لا يا ماما، المره دي انا عارف كل حاجه. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي بعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. متزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبان، وبعدين في ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سناها هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا؟ انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب، مش هيبعتلي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاتنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاتنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها، انا مش بتكلم كده. خلاص انا اسف، قلت لك سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش عارفه اعبر عن رايي. اتفضل. ولو بصينا للجواب ده بما اننا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوث لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني، او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكره بقى عادل، بقى انت بصراحه يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوت لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جه بالصدفه.
صدفة ازاي؟ هو بني آدم؟ ده لعبة يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية منتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. الدبدوب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامتي الدبدوب جت عشان تسأل عليه. جت تسأل عليه؟ قلب الام بقى وجت بنفس الطريقة برضو؟ هي كمان رنت الجرس، اما فتحت الباب لقيتها واقفة. لقيتها واقفة وجاية بنفسها يعني. انت متعرفش. معرفش ايه؟ يا لهوي، ده البلد كلها تعرف انت متعرفش. ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتقعد تتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغماية مع الدبدوب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفه ايه. انت بتسرحي بيا جراس ايه؟ ليه عمالة بتتحرك؟ بس وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ تسرحي بيا. يلا بيا. يا سلام. يلا ياسمين. اوعى كده. أنا خلاص كل خيوط الجريمة بقت في إيدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيرة جدا ما كانتش باينة في الجواب الأولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه، مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعه الجديده اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكوا ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عمية زرقة دي هحاسبك عليها بعدين، اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسليه كلك رقه وطيبه وحنيه.
فلت الجبان. ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متأكدة ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحة انا معرفش مين اللي بيبعتها لان ذوقه زبالة، وانا بصراحة ما بعرفش الناس زبالة. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، احنا طبعا عارفين ان احنا عيلة واحدة واحنا اسرة واحدة، ولازم تفتحي لي قلبك لاما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، وما بكذبش ابدا. على فكره بقى، الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حمادة كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابة. انا بقى عارفة مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. بس بقى يا عادل، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا استنوا، الخيوط بتاعه الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. وداني مع الدبدوب. ها، اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي، انا هقرا الجواب، مع اني كنت مدي فرصه للي بيجي له الدباديب. انا ببعت لك النهارده عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. ها، اقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك. ايه ده، قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعة بقى، نسيبهم مع بعض في لحظة هدوء وحب وسعادة. دبروا وزن على خراب عشق. باي باي بقى يا عدولة، سهرة سعيدة. ربنا معاك يا رب. خلينا مطينا بطينا. رانيا حبيبتي، اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. عادل يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي. ها، ما تغيرش الموضوع. مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظة، مرسل مع الجواب صورة ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام. مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيرة عندها بتاع 70 سنة، يعني جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعة من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزة اصدق الكلام لهبل ده بجد. اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. لا، استنى استنى استنى. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره. دول بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. ايه ده، هات الصوره دي، هات الصوره دي. فهي دي فيرجينيا؟ ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر، من 10 سنين يا دولا. هتلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. هه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 
الاباديب والجوابات دي كلها ده انا كنت هطلع بسببك. هتستهبل يالا؟ يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي؟ ياض ولا هتعمل لي فيها اخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كل ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي عشان ما يبقالكش حجه، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق خلاص، تعرف تتكلم عادي اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا عطشان دولة. ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دولة. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصيه ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه؟ حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. وسر برضه على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضو مصر، برضو مصر. انت حر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده اهو مربوط في الشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ مش عارف. خلاص ده مش لينا، ده الياسمين. ياسمين ايه؟ قرفانه تاكل في الحلل؟ على فكره البنت ياسمين بنتك دي فيها الداء بتاع امك اللي هي حماتي دي، على طول عامله بتتنك على كل حاجه. لا يا روحي، ده علشان جهاز ياسمين ان شاء الله لما تتجوز. لما تتجوز وفي عريس تقدم لياسمين وانا ما اعرفش قابلها فين بقى؟ في الفسحه ولا قابلها في رحله جريمه الحيوانات؟ انت بتهزر. ها انا ما بهزرش يا ستي، انت اساسا لسه متجوزه. ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع 20 سنه. بايركس ايه دلوقتي؟ يلا 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 رجعيه. عادل اصحى يا عادل، اصحى يا عادل. دواء السكر والضغط، وبعدها بربع ساعه الحبه الحمراء والخضراء، وبعدها ب 10 دقايق دواء الكحه. اصحى يا عادل يلا عشان دواء الكبد. ما تقوم يا عادل. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وظباط وصنايعية وفواعلية، مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي، قفلوا الشبابيك. مع اني ابله محاسب بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي، مدولها سنتين وانا كنت طمعانه في 6 شهور، مرضوش يدوهاني. اشمعني يا ابله محاسن؟ عشان مربت اليوسفندي ولا رنج؟ هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. مين اللي وقع ده؟ يا اختي والله نظري ما هو جايب. ايه بابا ده؟ انا مش قلت لك تبقى تقولي عشان اجي اسندك؟ ما دام قالت بابا يبقى عادل ابني. اللي وقعك يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. اللي وقعك يا حبيبتي؟ هي المشكله في السلمه المكسوره دي، انا قلت لكم 100 مره صلحوا السلمه، انتوا ما بتسمعوش كلامي ليه؟ سلمه ايه يا خلل؟ سلمك ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمه هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقول لي السلمه تاني؟ يعني انت دلوقتي على السلم عند مدخل العماره يعني؟ طب ايه دنو السلم؟ يا سلام يا لطيفه، لطيفه جدا يعني. وانت يا ياسمينه
ما رحتيش الجامعة النهاردة لما؟ ايه يا بابا، انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي. يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه ما؟ نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل لتلاتة بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا تلاتة بهلليون، ده ميدان التحرير محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من استنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرليون. لا يا بابا، وايه؟ كل فيمتو ثانية في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانية، ما شاء الله، بقيتي تفتي في كل حاجة زي أمك كمان. يعني يا بابا، هيثم جاي النهاردة عشان يقرأ معاك الفاتحة. يقرأ معايا الفاتحة ليه؟ ما بيعرفش يقرأها لوحده ولا إيه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. إيه ده؟ أنت قلت لعم رمزي؟ هذه النيلة. بقولك إيه يا بابا، أنا بصراحة بقى خايفة العريس يشوفه، من الآخر أنا خايفة يعرينا. ومن ناحية هيعرينا فهو أكيد هيعرينا. بس هنعمل إيه يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنة نفسي امشي كل سنة، ولا امشي السنة الجاية وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه، اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. مش كله مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. فين ما اخترت يا ياسمين؟ البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منير؟ اصل المنطاط عطل في الهواء، نزلنا بقى الباراشوتات انا والحاج دول. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحه كده يعني من الاخر، انا نفسي يعني اخر 3 اشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيله نونو كده برضع، وانت شحت كده بتروح المدرسه. حياتك ايه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي، جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزه الكهربائيه ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل؟ من مجاميعه يا نونو. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح، وتلفزيون ملون يا نقنو 14 بوصة، وتلاجة ديك فريزر يعني، وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه وانا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزة تلطش عريش البيت، عايزة تعنشها زيها. وبعد كده من سكتي انكشح. يا مجيدة، سامعة يا اختي ولا مش سامعة؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي. تستاهل القدرة، كويس مستحملها لحد كده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي انت والاربعة اللي معاك باللي في بطني، انضمي للمنتخب القومي. اتفضلي. الواطي الله يخرب منه لله. والتالتة تابتة. اوعى يا اخويا الكشف، تابتة يعني قاعدة معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسة ما شاء الله. بس ايه ده، انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ مين؟ شبه جدك الله يرحمه. هو العرق يمد لسبع جد يا بابا، وكله في الجينات، علم الاجنه بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد
يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه. بس يلا بقى، وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله وما عرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زياده يعني يا سي بابا؟ على الاقل كان رفض لي رمزي. بس يلا، انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك، ليك عليا. اول مولود هخلفه هسميه عيد. ايه ده ايه ده ايه ده، اول مولود وبس؟ لا، وتاني مولود كمان زياده في التاكيد. ايه ده، يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجه بقى، في شويه نصايح ما قبل الجواز. تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحه بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي، اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا، الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظريه، اصل انت لو رجعت البيت ده تاني، الاوضه بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي، وده احد احلامي يعني. ما تخافش يا بابا، انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا، فاستحالة هرجع. ماشي. ثانيا، وانت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك، حاولي تراعي ان يبقى في اوضه فاضيه دايما. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اتطلقت يعني، وده وضع طبيعي، لان صراحه استحملتها كتير قوي. بعدين هي عامله لي فلحوسه الوحيده اللي ما اتطلقتش، كل اللي في البيت اتطلقوا. بس هي ما عملتش حاجه يعني يا بابا. يا سلام، وهم الباقيين كانوا عملوا حاجه؟ ده كاس كاس يا ياسمين يا بنتي، وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثا بقى، وده مهم قوي، انت طبعا هتخلفي ولد، انا متاكد انك هتخلفي ولد. الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟ ما انا اديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني. وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص، هاتي لي الولد انا اربيه ويحقق معايا كل الأحلام اللي كان نفسي أحققها. اتنين جوافة جيلاتينيه، وزبق قليل، وإزازة مية أبار معقمة. في أكسجين بنكهة الكباب والكفتة. حابة تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا، أنا عاملة دايت. ميرسي. أوكي. ياسمين. أنا مش هقدر أجيب بابا النهاردة. وبعدين أجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في سته احادي. ايه ده، انت كنت في سته احادي؟ امال، ده انا كنت من الدفعه المستورده. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه، ايه ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم، بقول لك ايه، احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص، نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد مع ميعاد. انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجينز كول يا طنط. عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابني، انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقه اللي بينكم. مش هتكلم ياسمين يا طنط، اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يعني علشان اقرا عداد الطاقه الذريه، هي اللي فتحت لي الباب. اللي اقول لي يا اخويا، احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايط. 25 في زوايط يا حراميه، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزباله على الطاقه الذريه. انا مش دافع، مش دافع يعني مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. حبيبي، هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قارئ بيجي يقرا العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزباله النهارده؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهارده يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا، وخلط بين الخجل والطاقه الكينماتيكيه. قلت خلاص، هي دي الاوزي اللي ممكن اكمل معاها حياتي. اوزي؟ طب يا حاج دولا، مدام دبحين اوزي، ما عايزين اوزي. بس يلا يا حاج بس، مهم كمل كلامك يا ابني. بعد كده ايه، هتاخد معاك الاوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي، انا بمد لك ايدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه.
تقرا الفاتحة على رجلي. ما تقوم يا آمين. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج دولة. ألف مبروك على إيه بس يا حاج رمزي؟ بس يا حاج رمزي والنبي. فتحة اللي هتقراها يا ابني أنا مش هينفع أقرا الفاتحة معاك، لازم حد كبير أقدر أتفاهم معاه. فين أهلك؟ أهلي؟ ومال أهلي في حاجة زي كده؟ ومال أهلك إزاي؟ ما أنا لازم حد أتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش مع الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ وايميلات ايه وبتاع؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمان بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي. ايه الزمن الاخبر ده يا عمي؟ يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص، لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم، لاما مفيش جواز والجاتو ده يتشال يتحط في التلاجة لغاية ما يجي ابوه. يا حاج دولة، طب يعني افرض ابوه اتأخر، يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنتكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي، ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم، انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني، انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده هو بتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. ايه يا بابا، دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي، ما احنا برضو عايزين مصلحتك. وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم؟ بالعكس يا بنتي بالعكس. لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2000 جنيه، ازازة الزيت الزئبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطه ب5000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل، ما تدقش في الحكايه دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقوله كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبه واحده في اليوم؟ دي نفس الدقه يا استاذ، برضو شوف لك دقه تانيه. والله ممكن يعملوا ميزانيه مجدوله ويمشوا على اينونتها. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل نووي جنبنا هنا في الطلبيه. مش المفاعل النووي بتاع الطلبيه اللي بيعمل حلاوه المولد ده؟ ايوه. طب ما يا ابني ده موسمي يعني، بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس، دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف، دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولة، لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يا حاج رمزي خليك انت في الجاتو ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحه طائره تحت السيطره في كل. انا عايزه سلومي، بس انا بقى انا عايزه ايبود، وانا عايز موبايل. بص يا ابني، احنا اهم حاجه عندنا مكنه تقشير الكمثرى. هي دي بقى الشعرايه اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازه يا استاذ عادل. ابوظ الجوازه ايه؟ معروف ان مكنه تقشير الكمثرى بتبقى على الخروف على العريس، يعني معروفه يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمحلكش لو سمحت كده، اوفر دوز موز عليا. على خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنه تفصيص الطول. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنه تفصيص الثوم؟ يا ابني ده مكنه تفصيص الثوم والمقشره الليزر والمقشره الاف اي دي على العريس، طول عمرنا عارفين. يا ماما يا ماما، ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني.
يا بنتي انت مش عارفة مصلحتك، يعني هتاكلي الكمترة بقشرها، معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه بصحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقة نشيل احنا. لو عنده شقة انت شايفة كده؟ طب بص يا ابني، بالنسبة للشقة بقى انا مش عايزك تاخد شقة في برج خرساني، من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع، لازم العمارة تبقى على كبال وعلى باكم. ها بصراحه يا عمي انا ما عنديش شقه. ايه ما عندكش شقه يا اخوانا؟ حلمكوا على الولد مش كده؟ حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقول لك ما عندوش شقه. يا عمي يا عمي اسمعني بس، انا يعني انا شايف ان الشقه هنا جميله وواسعه وبرحه، فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى، شايف لك الشقه واسعه، انت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه، يعملوا ايه يعني؟ ايه؟ 4 مليون جنيه؟ اهبايه يعني يا بابا. بدايه ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شقه 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكيه ب 20 مليون جنيه على الاقل. يا بابا انت ممكن بس تستحملونا شويه لحد ما انا اعمل جمعيه مع ام ميرفت ب 250 الف جنيه في الشهر. ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. ما متوافق يا عادل؟ وافق يا عادل. وافق يا عادل. بابا وافق يا عادل. وافق مش موافق مش موافق مش موافق. عادل في ايه يا عادل؟ يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص، رجعيه لو سمحتي، ودخلي ياسمين بجمعيه ب 2 جنيه في الشهر، طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمه في المستقبل. جمعيه ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات، وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل اللخبطه اللي انت بتلخبطها؟ اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقول لها عشان مصلحتها، وانا بقول لها عشان اغلس عليها. يعني هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل؟ ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتحي الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. عدادات مش عدادات، انا بقول لكم اهو، انتوا تاني اخو ماجد المصري. يعني بص، زي ما انا من اهم الشعراء في مصر، هو من اهم المطربين في العراق. المهم يعني كلمني قال لي والله يا استاذ عادل انا عايز قطعه من اشعارك اغنيها. قلت له اوكي انا ما عنديش مانع خالص. يعني حلو قوي يا دوله، حلو قوي. طب وانت عندك يعني اغاني اغنيها؟ انا اصلا يا ابني بكتب اشعار من وانا في تانية ابتدائي. ليه يا دول انت بتكتبها على كراسه مربعات؟ تصدق فعلا ده انا كنت كاتب اشعار كتير جدا على كراسه المربعات، كنت حتى ساعتها مسميها الشعر الهندسي، وبما ان هو ماجد المهندس وده شعر هندسي هتنفع معاه. في قطعه بفكر فيها كنت بكتب فيها يعني اللي هي ايه، يا ماجد يا معلمه ألم وبرجل ومن ألا. الله يا دوله، الله ايه الجمال ده يا دوله. الله ده انت بس مش هتقطع يعني عيش الشعرة بس؟ ليه ليه ليه؟ ده انت هتقطع عيش مدرسين الحساب كمان. اه والله اللي عايز بقى يستفيد يدفع الحاجة مجنيه، يدفعوا فيها اتنين عادي. عندك حق يا دولة، يعني انت فتحت نفسي للشغل يا دولة يعني. وانا كان في حاجة بس يعني مستحرج اقولها لك. والله انا اللي مستحرم اسمعك، بس هعمل ايه ابن عمي؟ قول يا ابني قول. بص يا دولة، يعني وطبعا مما لا شم فيه انت استاذ. يلا يا رمز انا هشم وراك، قول يا ابني قول اخلص. بص يا دولة انا جات لي يعني حاجه كده بس مش عارف اذا كانت يعني شعر ولا نسر ولا ايه. لا انت دي حاجه ما تتكتبش، دي حاجه تطير. قول قول يا رمز. خد عندك يا عم. انت يا دولة قلت ايه؟ يا ماجد يا معلمه الم وبرجل ومن الا. شفت لزقت معاك ازاي؟ علم على الناس. انا بقى عملت حاجه مختلفه خالص يا دوله. يا ماجد يا معلمه
قلم وبرجل ومقلمة. لازم منقلة يا ابني، مش مهندس لازم يحتاج المقلمة. المقلمة دي، المنقلة دي هي اللي هتوزن البيت كله. يا دولة يا دولة، ما هالبرجل ده والمنقلة جوه المقلمة كلهم. انت ايه اللي دخلك في الشعر؟ انت ايه اللي خليك تدخل في حاجة زي كده اصلا؟ انا راجل شاعر شغلتي اكتب شعر، هو راجل مطرب شغلته يغني. طب وانا راجل اهبل شغلتك تتهزق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا من كنت، يا حبيبتي يا من كنت معي حتى يا بقى ماجد المهندس يكلمك انت. يا سلام، وفيها ايه يعني يا ماما؟ إذا كان هو ماجد المهندس أنا عادل سعيد، هو مطرب وأنا مؤلف أغاني، عادي جدا، الشيء لزوم الشيء. لا بس الملاحظ إن ماجد المهندس بينشد أنشودات بالعربية الفسيحة، أما أنت يا روحي لسانك بينطق بالعامية الدراجة. الدراجة؟ الدراجة دي بتتركب يا ماما، العامية الدرجة هي اللي بتتكتب يعني. وبعدين لعلمك يعني أنا بكتب كل الأصناف وكل الأنواع، أنا مكمبر على قصتين لغة عربية فصحى فظاع فظاع، هتلاقي بقى فيهم الناعت والمنعوت به والفاعل والمفعول به والمن والإليه وأكبر من وأصغر من وكده يعني. أكبر من وأصغر مني دي في الصرف، في الصرف، في الصرف معروفة يعني. ونصرف بقى يا رانيا عشان عايز أركز وأخلص القصائد المطلوبة مني دي بعد إذنك. حبيبتي يا من كنت معي في تانية اعدادي. عادل اعمل حسابك يا روحي لو انت فعلا هتكتب لماجد المهندس انا هعمل معاه ثنائي غنائي. قصدك 20 يعني. وبعدين ثنائي غنائي ازاي يعني يا ماما؟ هو انت اصلا بتعرفي تغني؟ طبعا يا حبيبي، انا عندي موهبه غنائيه منذ السبع. طب غني عليا. غني تحب تسمع ايه؟ قديم ولا جديد؟ غربي ولا عربي؟ اجنبي ولا انجليزي؟ انت بتضطر يا على الرغم ان انت المفروض تبقى اول واحد تقف جنبي وجنب موهبتي. موهبتك ايه؟ وانا شفت منك حاجه هامن بموهبتك دي عمياني يعني، ما انا لازم اشوف حاجه. سمعينا حاجه. اوكي. اسمر يا اسمراني تيرة من قسك عليا، لو ترضى بهواني ترى برضو انت اللي ليا، بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، طول غيابك ليه قولي ليه قاسي ليه 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 يا اسمر. بصي هي يعني عارفة موهبة شبه موهبة يعني، بس هو انت المشكلة عندك في حبل صوتي معين هو اللي فيه المشكلة، احنا لو وصلنا للحبل الصوتي ده نقدر نزبطه يعني. بس حاولي تسمعيني حاجة تانية كده. صفيني مرة ترارا وجفيني مرة ترارارا، ولا تنسانيش كده بالمرة، صفيني مرة وجفيني مرة. أيوة أنا زبطت الحبل الصوتي اللي أنا بدور عليه، إحنا بس لو جبنا أوله هنعرف ننشر عليه على طول. لو زبط ممكن يبقى عارفة موهبتك تبقى داخلة في منطقة اللي هو إيه شبه مطربين يعني. ما تقلقيش يا رانيا ما تقلقيش. يعني أنفع يا عادل؟ بصي أنا ما أقدرش أقول تنفعي، بس بجد يعني أنا ما أقدرش أفرضك كمان على الوسط يا رانيا، بعد كده هيقولوا عشان هي مراته وهو اللي فرضها وبيشيل الكلمات الكويسة يديها لها يعني، مثلا ممكن أليسا تزعل أو نانسي عجرم أو أي مطربة، أنت عارفة بقى كلام الجرايد. خلاص يبقى نطلق. لا مش هنوصل لطلاق يعني، عموما انا هحاول هقول للماجد المهندس يعني، بس هلمح له من بعيد لبعيد كده، وانت برضو يعني لو حصل تعاون يبقى برضو ايه من بعيد لبعيد يعني، انت تغني في حته وهو في حته تانية، وبعدين لو حصل مثلا يعني ونجحتي ولا حاجه برضو يبقى من بعيد لبعيد يعني، كليب مثلا او فيديو كليب، يبقى انت الكليب بتاعك في حته كده وهو يعني، بحيث ايه في النهايه ان شاء الله يعني ما تنفعيش خالص يعني، باذن الله يبقى كويس. يا حبيبي يا ايوه بس برضو من بعيد من بعيد عشان لسه عندي تركيز، خلينا في اكل عيشنا بقى يا ماما.
المفروض نعمل كده كده زمان. ايه ده؟ انتوا لسه ما جهزتوش؟ وبعدين يا جماعه يا اخوانا يا اخوانا الفنان ماجد المهندس دلوقتي على وصول، وانتوا قاعدين لي بالبيجامات والجلاليب والتريننج يا حماتي، معقوله بقى ماجد المهندس هيعبرك انت بامره ايه؟ ده انت بتكتب مصري بالعافيه، هتكتب له قصيده شعر عراقي. انا ممكن اساعدك على فكره، ان انا مطلعه جدا على الثقافه السومريه والبابليه وبتحدث بالعراقيه بطلاقه. لا 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 يا جماعه انا مش محتاج كده، انا بالعكس انا هكتب باللغه المصريه العاميه عادي جدا، وهو ياخد بقى يترجم للعراقي، يعني يصرف على شغله بقى يعني. عادل بيتكلم كل اللغات. يترجم العراقي ايه يا ابني؟ هو انت فاكر العراقي ده بيكتب من الشمال لليمين ولا من فوق لتحت؟ انت مالك، انت مالك، ابننا وبيعرف كل اللغات، ايش حشرك انت في الحاجات دي؟ ربنا يخليكي ليا يا حماتي. عموما انا يا جماعه على فكره عشان تعرفوا بس ان معاكم في العيله حد عبقري، يعني انا اشعاري هتلف العالم بعون الله. يعني دلوقتي ماجد المهندس هيعمل الاغنيه دي بالعراقي، بعد كده اسمه الجسمي هتلاقيه طالب مني اغنيه بالخليج الحزين، جورج وسوف يسمع الاغنيتين يغير طبعا، يقول لي لو سمحت يا عادل انا عايز اغنيه اغنيها باللبناني على الجبال او موال، موال لبناني. بعد كده طيارات بقى، طيارات طيارات، مش هبقى فاضي ترجم طبعا. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، احنا نجيب ترجمان. لا يا حبيبتي احنا مش محتاجين، يعني مثلا عندك نجيب محفوظ كان جايب مدرس انجليزي بيقعده جنبه يترجم له الاعمال بتاعته، بالعكس كان بيعمل الاعمال بتاعته كلها تتنشر، الناس التانية تعجبهم الاعمال ياخدوها يترجموها بقى. وانت ايش جابك انت لنجيب محفوظ يا شاعر بلا افيا؟ بصي بلا افيا مصر ما جابتش غير اتنين، نجيب محفوظ في الادب، وطبعا عارفين اعماله اللي هو راجل المستحيل والشياطين ال13 والشياطين الخمسه وتختخ ونوسه، وانا في الشعر بقى، والشعر بتاعي ده طبعا يعني هيكسر الدنيا، هيلف العالم يا ماما. ايه جه جه. لا 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 خدي 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 اهو خد، استنى ما حدش يفتح ما حدش يفتح، قوموا استخبوا بجلاليبكم وبالبيجاماتكم وبترنجاتكم. لا 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 انا متاكد ان هو ماجد المهندس. ايوه ده مواعيده مظبوطه، انا عايز نشوف. لا 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 معلش 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 النبي يا جماعه، خلي بالكم ان انا مستقبلي هنا اهو، لو سمحت خشي يا رانيا. رانيا رانيا لا لا انا دويتو الثنائي بتاعه، مش هنقنعه الاول بعد اذنك يا رانيا، بعد اذنك ما تبوظوش شغلي. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا سيد عادل. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. مرحبا يا مرحبا. رب يد زي القمر. شاقول شاقول تري تري جانتي، مش معقول يا شاب زي الفل. تفتكري مرتبط؟ اكيد، ما اللي زي دول دايما بيرتبط. طب ما يرتبط بينا احنا الثلاثه. اقعد اتفضل اتفضل اتفضل. نورت مصر والله. الله يخليك، منور بوجودكم يا سيد عادل، شو الاخبار؟ الحمد لله تمام. شوف سبحان الله انت داخل عليا وبالصدفه، الكليب بتاعك شغال في التلفزيون اهو. والله يا ريت تتكلم بالشغل استاذ عادل، لان ما عندي وقت. لا قوي عينيا، بس معقوله يعني هنتكلم في الشغل وانت على بطن فاضيه؟ لازم تتغدى معانا. لا معلش مره ثانيه، بس الحقيقه انا سمعت عنك وعن اشعارك الجميله من بعض الاصدقاء، وحاولت احصل على موبايلك ما لقيته، واخيرا الحمد لله حصلت بالدليل. اهو ده دليل على ان ربنا رايد للاغنيه العربيه الانتشار، وانها تكسر الاغنيه الاجنبيه وتديها كتف يا نجم. يا ريت تسمعنا شيء سلام عادل ممكن. قوي قوي طبعا اسمعك، بس يا ريت يعني حضرتك تقول لي بس على طبقه الصوت بتاعتك، يعني مثلا لو غنيت لي حاجه. انا اصلا عندي اغاني كتير جدا واشعار كتيره جدا، بس كل حاجه ليها طبقتها، يعني ممكن تغني لنا حاجه؟ ممكن اغني لك. بين ايديا وحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون، بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد، زيد ناري وخلي بجروحي ملح، خلي نسهر ليلنا لحد الصبح، لا تفكر حبنا غلطة ولا صح، اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد. ايش رايك؟ الله، لا يعني حاجة جميلة، بس يعني برضو يعني انت ليه بخيل كده يعني يا أستاذ ماجد؟ بتقول لنا حاجة جميلة كمان يعني. أي كيف، خلينا نسمع من عندك أحسن. ماشي
أنا صراحة يعني القصيدة دي أنا كنت مخبيها ليا يعني عشان لو أنا بقيت مطرب أو حاجة، بس صراحة يا مجود يعني ما تغلاش عليك. الله يخليك. أهو. كمارها تعرف. دي تنفع بقى لأي عيد ميلاد، أنت موجود في أي حتة تخش على طول. عيد ميلادك يا حبيبي أو يا حبيبتي حسب صاحب عيد الميلاد. أو صحيح. عيد جميل بيتغني ليها أو ليه هو وصحبته، تورتة وشمع وجاتوه وبتنسى ليه، بيتغني عشان ما تقولش بتنسى ليه. بتنسى ليه إيه أستاذ عادل؟ أنت شغال في فرن؟ أنت متأكد أنك أستاذ عادل سعيد الشاعر المصري المشهور؟ أوريك الرقم القومي؟ لا لا ما في داعي، بس الظاهر اني جيت في وقت انت محضر باعمالك واشعارك، ان شاء الله وقت ثاني اتمنى تحضر مجموعه راقيه شويه واحسن. لا انا عندي كتير يعني حضرتك، يعني بص لا استنى، بص حضرتك انا عندي اشعار والله العظيم. معلش طب حضرتك اسمعك اي حاجه ثانيه يعني؟ بلاش بتنسى ليه. طب حضرتك يعني طب اسمعك جزء من بيت، طب من شقه، طب اوضتين وصاله، طب الغداء يا استاذ ماجد. بابا هو انت صحيح هتغني؟ لا يا حبيبتي، يعني انا دلوقتي ما بفكرش في حكايه الغنى دي خالص، بس هي دايما بتبتدي كده، انت عارفه كل المطربين اللي بيغنوا دول ابتدوا يا اما مثلا شاعر بيكتب اشعار او ملحن بيعمل الحان يعني، وبعد كده بيجيب قميصين مشجرين يضرب القميصين مع شويه جل في شعره وينزل يغني. هي دي شغلانه يعني. وانت عرفت سكه ماجد المهندس دي منين؟ عرفت سكته منين؟ قول يا ماما، هو عطل عليها ازاي؟ ده قلب الدنيا على نمر تليفوني، خد مصر دي كلها كعب داير لغايه ما لقى النمره وكلمني بنفسه. ماجد المهندس حاجه غريبه جدا، حكايه لا يصدقها عقل. عارف لولا شفته بعينيا دي اللي هياكلها الدود كنت قلت عليك هجاص. كفايه بقى يا سناء، رزق وجه لاخوكي واكيد هيعم علينا كلنا، مش كده يا عدول؟ يا سلام. طبعا يا ماما انت تأموري، بس انا ماجد المهندس بس يعربني وانا هروقكم كلكم. انا يا عادل انا فخوره بيك، يعني فخوره بجد، جوز بنتي بلس انه يعني تاجر اثار كبير، ده احساسه رهيب جدا وشاعر عظيم. امال انا ارتبطت بعادل ليه اصلا يا مامي؟ ما هو من قصائد الشعر المموهه اللي كان بيحدفها في وشي وانا واقفه في منصيف الليالي في البلكونه. منصفتر بقى يعني تحس كده. يا جماعه بجد والله انا مش عارف اقول لكم ايه، انتوا قد كده يعني واقفين جنبي وبتايدوني عشان ارتقي بمستوى الاغنيه العربيه قصاد الاغنيه الاجنبيه. انا بعون الله هتغابى على كل مطربين بره، هخلي شيرين عبد الوهاب تكسر مادونا، هخلي عمرو دياب يقطع جاكسون، هخلي محمد فؤاد يعلم على ترافولتا. بعون الله يا اخوانا على ايدي الاغنيه هترتقي ارتقاء عجيب عجيب عجيب، هخلي العالم كله كل سنه كل صيف يبقى في مارينا بيتفرج على حفلات ليالي التلفزيون. برافو عليك يا عادل، احنا ان شاء الله هنناطح اعلام الغناء الغربي. يا حبيبتي ايد النور مش شايف، يا حبيبتي ايد النور، يا حبيبتي الدنيا ضلمه انا خايف، يا حبيبتي ايد النور. بس يعني معلش حاسس ان القصيده دي فيها كميه اضاءه كتيره جدا، محتاجه يعني مدير اضاءه كويس، بس انا ممكن ارشح له المغربي يعني. هو غالي بس انت عارف ماجد ساعات. مساء الخير. شوف الزبون. ايوه حضرتك عايز انه تمثال عادل سعيد؟ لا ده الوحيد اللي عندنا هنا يعني، ومش للبيع ده للعرض فقط. حضرتك عادل سعيد الشاعر؟ معجبين بقى ودوشتهم. بص عليك انا ما عنديش صور يعني، لكن لو عندك اوتوجراف ممكن اكتب لك فيه قصيده بيت اي حاجه كده يعني. حضرتك انا بسالك سؤال محدد، حضرتك شاعر؟ ايوه طبعا شاعر، بيبان من شعري ومن حواجبي، الشعر بيبان عليه طبعا. اصلا انا شاعر زميل. شعر زميل وجاي لي بقى كواسطه يعني، عايزني يعني اتوسط لك بقى عند حمائي، عند حكيم، عند حميد، عند اي حق. لا
لا لا اطلاقا، دول كلهم اصحابي. ايه تعرفهم منين؟ من ايام الجامعه؟ لا انا عامل لهم شغل كتير قوي، مغرق السوق. سوق العبور ولا ايه؟ على فكره انا سمعت عنك كتير. يبقى اكيد ماجد ابتدى يرغي، مع انه قلت له استنى بس يا ماجد لغايه اما الالبوم ينزل داري على شمعيدك تطفي، ما اسمعش الكلام. طيب يا استاذ حضرتك، بما ان انت شاعر فانت عارف يعني ان الواحد بيبقى وقته محدود، يعني انا لسه بكتب في قصيده، لسه بشطب البيت يعني الدور الثاني في البيت، حضرتك دخلت على طول، انا وقتي محدود. واحيانا كمان الموهبه بتبقى محدوده. قصدك ايه؟ قصدي اني بشكك في موهبتك. ايه ده ايه ده؟ يعني ايه تشكشك في موهبتي؟ انا جبت سيره بشكشك. ايوه قلت بشكشك، بقول بشكك في موهبتك. يعني ايه بتشكك؟ يعني هو احنا بنبيع بالقسط؟ لو انا ما بنشككش. انا مش بس بشكك في موهبتك، انا بشكك في اخلاقك كمان. ده انت هتخرمني خالص يا عم. لا 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 لا, لا انا ما اسمحلكش. لو كان عندك اخلاق يا استاذ ما كنتش تدعي انك الشاعر عادل سعيد المعروف. لا حضرتك، انا الشاعر عادل سعيد. سيبك من المعروف، انا عادل سعيد. بلا عادل بلا سعيد بلا شاعر، انا عادل سعيد الحقيقي. لا انا عادل سعيد. لا انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. انا عادل سعيد. بس مين فيكم عادل ابن عمي؟ هتلخبط خلاص. انا عادل سعيد بس مش ابن عمك يا ابني. ايه ده ايه ده؟ يعني مش ابن عمه؟ لا انت هتنقي، عايز تبقى عادل سعيد، شيل البيعه مع بعضيها، خد ده. وبعدين حضرتك يعني لو مش مصدقني اهو اتفضل، ادي الرقم القومي بتاعه اهو، عادل سعيد الجمال. مش ممكن، مستحيل. بس خلاص فهمت، عادل سعيد الجمال، وانا اسمي عادل سعيد جمال. تشابه في الاسماء. تشابك في الاسماء ازاي يعني؟ انا جبت سيره اسماك، تشابه، عشان كده حصلت اللخبطه. المساعد بتاع ماجد المهندس اتصل بحضرتك عن طريق الغلط بدل ما يتصل بيا، لانه جاب نمرتك من دليل التليفون. بس الحمد لله صديقي الملحن محمود طلعت اتصل بيا في اخر لحظه، ولولا كده ما كنتش فهمت اي حاجه. ايوه يعني حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ انا اصلا ماجد المهندس جالي البيت وسمع الاشعار بتاعتي وقال لي بقول لحضرتك ايه، انت تبعد عن ماجد ده خالص. ماجد نزل مصر اساسا علشان يسمع الاغاني بتاعتي. اغاني بتاعتك ايه؟ ماجد جاي لنا اصلا، وبعدين يعني فعلا مع عدوك الا بنكارك انت جاي عايز تاخد مني ماجد؟ ده انا ما صدق ان اشعاري توصل للعالميه العربيه. طب بقول لك ايه، تتحداني؟ ايوه طبعا يتحداك، انت وعيلتك الشعره كله. انت اصلا كده شكلك دكتور سنان. ايوه اتحداك. خلاص يبقى مبارزه شعريه بيني وبينك قدام الاستاذ ماجد المهندس. خلاص يبقى بقى يا حلو تحضر كفن قصايدك من دلوقتي، وانت دول كده سنله قصيدتين حلوين كده عشان نغزه بيهم ونخلص. انا اللي نفسي اغزك واخلص، معكش قصيده حلوه شويه؟ صراحة أنا محتار، لأن انطيت كلمة الأخ عادل إني أسمع، وبنفس الوقت أنا عندي موعد ويا الأستاذ عادل. أتصور ما في حد منكم غشني، بس سوء تفاهم وارد. يبقى الشعر اللي يحكم ما بيننا. هذا صحيح. شنو رأيك أستاذ عادل؟ لا طبعا الشعر هو اللي يحكم أكيد بيننا. طب يا دولا ما تدي له فرصة يعني راجع، أصل شكله كده تلميذ. تلميذ؟ تصدق إنك لذيذ وكلامك مش بيغيظ. الله يحفظك. واخرتك مع المعيز. ايه ده ايه ده؟ طب ليه الغلط ده؟ هو كده بقى قافيه حلوه. دولا ده بيمسخرني خالص. بص بيصغر لي ازاي بعينيه دولا يا دولا، طرقع له على موهبته. انت بتشتم رمزي ولا ايه؟ ايوه بشتمه. طيب يبقى انا هضطر ارد عليك. على فكره بقى انت مش كويس، وواضح من كلامك انك بتهيس. وشنو بعد؟ قافيه ناقصه. ناقصة يعني انت مش كويس، واضح من كلامك ان انت بتهيس. ولما تاكل بتهيس. قافية مظبوطة. جدا مظبوطة جدا. الله عليك يا دولا، وانت كده بتشخبط له بالجاف على موهبته. موهبته دي انا عاملة زي المريالة. مريالة، هلبسك المريالة وهبهدلك بهدلة، فهمني يالا. ليش ساكت؟ رد علي. لما هرد طبعا يعني يلا، ما اصل ده على وزن من قال ومن لا. يعني بص احنا نتبرى احسن في اشعار ليها معنى وليها قيمه عشان برضو الفنان يستفيد يعني. وحياه اللي من غير معاد جمعنا، لحنقول كلام وله معنى. يلا اتفضل ابتدي كده وسمعنا.
لا ابتدي انت الاول ولا لسه هتستنى لعم نول؟ كل واحد في شعره هيقول وكلنا هنقول في الدور، وساعتها هيبان الشعر الحقيقي من المنقول. شعرك اصلا معمول مش ابن اصول، واخرك هتقوله على عربية فول. الله يا دولة الله، يا مشبعهم ومجوعهم يا دولة. سيبك منهم، هجيب لك اخرهم، اصل انا بصراحة جاي وناولهم. حضرتك يعني هو بيقول اي كلام وخلاص؟ طب تعرف تقول قصيدة عن مصر؟ يا مصر يا فتحة دراعاتك لكل اللي جاي. ايه ده حضرتك ده حافظ مش فاهم. لا سألت منين ولا فين ولا ازاي، ياللي ترابك زعفران يا أصل الحنان، بحبك بحبك يا مصر. الله الله الله، كلام جميل صح. لا حضرتك كلام جميل ايه، هو بيتكلم عن مصر في المطلق يعني، لكن ما ذكرش الإنجازات. طب سمعت القصيدة بتاعتي اللي هي بتاعت مترو الأنفاق؟ سمعني. سمعك؟ سمعني. يا مترو توت توت توت، هلحقك ومش هتفوت فوت فوت، يا مترو الأنفاق فاء فاء، في كل حتة وكل زقاق زي ما كنت في حلوان وكنت في شبرا وكنت في غمرة، غدا قريبا هتبقى في الوراء راء راء. دولة ايه الجمال ده يا دولة، وسع له بقى دولة كده علشان احتمال ينزل المحطة الجاية. يمكن معهوش تذكرة هلا. والله انا مو فاهم شو الموضوع. لا ده شعر تقدمي، انا فاهمه كويس. ها بقى يا استاذ ماجد، كل حاجة طبعا وضحت، هي انها الاستاذ عادل سعيد ابن عمي طبعا، ولا عادل سعيد اللي هو لسانه زفر ده؟ بصراحة الاثنين زينين. عليك اختار واحد مننا يعني، قول قول ما تكسفش. لا انا برأيي اشوف بعدين وارد عليكم. لا 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 ارجوك يا استاذ ماجد، انت لازم تحسم الموضوع ده دلوقتي، انا احب اعرف رايك بكل صراحه. صراحه راح اخذ كلام منك يا سعد عادل. انت شاورت غلط، انت قلت منك صح. انا شاورت صح يا سعد. لا هي كنت تقصد كده وبعدين انت شاورت. لا 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 انت قصدت ده الف مبروك. لا هو شاور عليا، شاور عليا. الف مبروك ايه؟ طب حضرتك وانا طيب. انت عندي راي، في صديق عندي يشتغل بالسيرك الشعبي، ممكن تعطيه كلام يغنيه. سيرك الشعبي؟ الله يا دولة ألف مبروك يا عم، ألف مكتوبة لك يا دولة، ألف البلياتشو هيغني لك يا دولة، يبقى بقى دخلني ببلاش. ببلاش خدتكم وش بلكاش، النوبة الجاية ابوهات وقطن وشاش،